السلام عليكم، أهلا بكم ثانيا في مادة ديجيتال كنترول. الآن بنكمل. طيب، كيف أنا بدي أختار أوميجا دبليو واحد؟ زي ما حكيت بدي أختار أوميجا دبليو واحد لما الكرايتيريا عندي هذه للليد للليد ساتيسفايد أو لللاج ساتيسفايد. يعني أنا لو في عندي في أم بدي أجي أطلع وقديش الفيز عندي لما يساوي مثلا بلس او ماينس 180 درجة زائد الفي ام، والفي ام قلنا هذه يساوي 100 في الزيتا اللي هي جاية من الاوفر شوت كرايتيريا. الان هذه لما اجيبها بقدر اجيب الاوميجا دبليو واحد سواء للفيز ليد او الفيز لاج كومبنسيتر. وهي عندي الشكل العام زي ما حكيت البود بلوت للبي اي دي بشكل عام في هذا المجال. طيب، الان لو انا بدي بي اي كنترولر او كومبنسيتر، ايش هاي البي اي؟ قلت هو عباره عن فيز لاج، يعني انا بدي لاج، يعني التيتا بدها تكون بالايش اصغر من زيرو. فايش اللي عندي الجزئية هاي لما أنا أجي أحطها على هذا الشكل اللي عندي؟ الـ KB بدها تساوي واحد على واحد مضروب في كوساين تيتا على جي أوف جي أوميجا دبليو واحد، والـ KI بدي يساوي ماينس أوميجا دبليو واحد في واحد على جي أوف جي أوميجا دبليو اللي هي الماجنتيود في الساين تيتا الموجود عندي. يعني جبت أنا الـ KB والـ KI اللي عندي. لو بدي بي دي كنترولر تيتا بدها تكون بالبوزيتيف، فالكي بي في هذا الحال بدها تساوي واحد في كوساين تيتا اللي عندي، والكي دي بدها تساوي ايش؟ واحد على اوميجا دبليو واحد في جي في جي اوميجا في الساين تيتا. طب ايش الفرق بين التنتين في قيمة الكي اي؟ الكي بي القيمة في الحالتين نفس الشيء. في قيمة الكي اي انا بضرب في ناقص اوميجا دبليو واحد، والكي دي بقسم على اوميجا دبليو واحد في الموجود عندي. الديجيتال بي اي دي انا الان بدي بحط الشكل عندي دي زي بدي يساوي كي بي بلس كي اي في التي على 2 في الزي بلس واحد على زي ماينس واحد، في الكي دي اللي هي في واحد على تي في الزي ماينس واحد على زي الموجود عندي. وزي ما حكيت هذه ممكن الواحد يعملها ترانسفورميشن اللي عنده، او في الدبليو دومين هي عباره عن كي بي بلس كي اي في واحد على دبليو بلس كي دي في دبليو على واحد بلس تي على اثنين في الايش في الدبليو. السوليوشن از درايفد زي ما حكينا فورم، هاي الفورم الموجود عندي في هذا المجال. الان عندي provided that for the actual frequency omega to be much much smaller than omega s على باي او less than اللي هي بتكون less than omega s على 2 are approximations the frequency response. هاي الموجود عندي فيها. الان الكروس اوفر فريكوانسي زي ما حكينا للاوميجا دبليو واحد بناء على الدي جي اللي هي اللي عندي، هاي الريال بارت وهذا بيعطيني الايماجينري بارت اللي عندي، وير كي دي هاي زي ما حكينا معطى هان بال بيس اون اوميجا دبليو واحد الموجود عندي والتي الموجوده، وهاي الكي بي معطى عندي بنفس الطريقه بيس اون تيتا واوميجا دبليو واحد والتي. الان ناخذ يعني اكزامبل. الاكزامبل اللي عندي هاي السيستم الموجود عندي. الان ديزاين بي اي كنترولر تو هاف ا فيز مارجن، هاي عندي الموجود عندي اللي هي يعني زيتا بتساوي 0.55 مضروبه في 100 بتعطيني 55 ديجري، ات اوميجا دبليو 1 بتساوي 0.4 يوزنج ديزاين بروجرام بلو كي بي بتعطيني كام؟ 0.439 والكي اي بتعطيني 0.004 الفاوند اللي عندي. هاي السيستم الاصل اللي عندي وهاي اللي حصل عندي للكمبنسيتور الكمبنسيشن. هاي السيستم الاصل انا بدي ايش لاج، وهاي الكمبنسيتد
وين الموجود عندي. لهذا ال BID design a BID controller to have a margin phase margin 55 at omega 1 equal 1.2 specifying KI اللي عندي 0.004 in the BID design program وKP عندي 1.4661 and KD 1.31 زي ما احنا شفنا. وهذا بدنا نطلع على وين بتقطع الزيرو دي بي الموجود عندي وكيف تحسن الموجود اللي هات. طلع عندي هان هاي نقطة تقاطع مع 180 هان وهاي نقطة تقاطع تقريبا مع 180 الموجود عندي. طلع عندي هان نقطة تقاطع مع الزيرو هاي هان وهاي هذه الموجود عندي هان. طلع لهذه قديش الفيز مارجن لو جينا لهذا عند هذه النقطة. بنلاحظ الفيز مارجن يعني أصغر من السيستم هذا لأنه السيستم هنا الفيز مارجن أعطتني إياه أكبر. طلع هنا الجين مارجن الموجود عندي هنا قطعت 180 هان تقريبا هاي الزيرو بي هذه وهنا قطعت 180 تقريبا في هذه المنطقة. فبتلاقي هنا الجين مارجن عالي نوعا ما هنا أكبر بس هنا الفيز مارجن أصغر فهي عملية تبادلية. الآن الهدف دائما إيش نشوف عندي شوف هل الفيز مارجن والجين مارجن are satisfied ولا لا. طبعا هذه إذا بدي أطلع عليهم في عندي قواعد دائما في التصميم في التصميم خلينا نقول التصميم تبعت ايش باستخدام البودي او في استخدام الروت لوكس. الان في البودي والروت لوكس الاصل يعطوني هن طرق مختلفة للتصميم. الان في النايكويست العملية مش مختلفة وهذا حنتكلم عنها في المحاضرة الجاية وحنعطي برضو أنا إلى خاطر أعطي شيء يعني أحل قدامكم حاجة في البودي بس عيب البودي بدأ أفرجيكم التكست بوك وكيف بنحنا بنعمل بنطبق من التابلز الموجودة في التكست بوك وهذا إن شاء الله الجزء الأخير في المحاضرة اللي احنا بنحكيها ويعطيكم العافية.